أنا هنا أمام ثلاجات الموتى في مستشفى شهداء الأقصى، وبداخل هذه الثلاجات حكاية كبيرة يعيشها كثير من الفلسطينيين الذين فقدوا أبنائهم. نقترب أكثر من المشهد الصعب إنسانيا، جثمين جثث لشهداء يكتب عليها هيكل عظمي، حيث وصلت هذه من أماكن استهدافات متفرقة في مدينة خان يونس تحديدا. نشاهد هذه الصور ونقابل هذه العائلة التي جاء أحد أفرادها وأفرادها لتفقد أو البحث عن مفقودين. مرحبا، أسألك ما الذي تفعله أنت هنا؟ بدور أخوي، راح يجيب شهيدة من يوم الاثنين من 1/4 ولحتى الآن ما فيش له أي أثر. مش عارفين عاد هل هو شهيد معتقل، ما فيش له أي مال أي أسرى أي حاجة. الآن بتبحث أنت في هياكل عظمية، من بلوزة من بنطلون من حاجة إشي ممكن أعثر عليه، بضل أخوي بعرفه أي أثر له حارف. مشيئة المولى طبعا. أنت جئت للمستشفى شهداء الأقصى، ذهبت لأماكن أخرى؟ صحيح، الإخوة أنا في منهم راح بيوسف النجار، مستشفى بيوسف النجار في على روبي، نقط الهلال موجودة على مواسخ خان يونس. طبعا المكان اللي راح له رحنا له 3-4 أيام احنا بندور برضه مع الدفاع المدني مع الاسعاف، يعني ما خليناش مكان. شو اسمه هو؟ إيهاب خضير. طبعا بصعوبة بالغة تستطيع هذه العائلات هنا البحث عن مفقودين. نشاهد في هذه الناحية مكتوب عليها مجهول، وهذه أيضا جثة لمجهول، وهذه أيضا جثة لمجهول. في داخل ثلاجات الموتى هنا في مستشفى شهداء الأقصى تقريبا 10 جثث أو أكياس بداخلها هياكل عظمية. المشهد صعب إنسانيا، المشهد صعب إنسانيا، ويصعب الأمر أكثر أن هذه الجثث مر على استشهاد أصحابها وقت طويل، وهو ما يعقد الأمور حتى على صعيد الجهات الرسمية والمستشفيات لتسجيل أسماء هؤلاء الشهداء، فيتم تسجيلهم بعد أن يتم تصويرهم كأنهم مجهولين الهوية، وهم ليسوا كذلك. باسل خلف، تلفزيون العربي، من ثلاجات الموت بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.